دكتور أيضا في يعني ظاهرة أخرى، واحد يكون مصاب بنفس عائلته وبينام معهم وبقعد معهم وبطلع وبوكل وهذا، هو مصاب والبقية ما صابهم الفيروس. طيب شو التفسير يعني؟ هل الفيروس ينتقي من يصيبه ولا في تفسير علمي لهي الحالة؟ يعني لا شك، هلا انت في عده عوامل بتتحكم في مساله الامراض والمرضيه، جزء منها يعتمد عليك وجزء منها يعتمد على الكائن المسبب او الجسم المسبب. بمعنى هناك عوامل مبنيه على الفيروس نفسه، وهناك عوامل تعتمد على الشخص المتلقي، سواء كانت عوامل جينيه او عوامل مناعيه موجوده عنده. هلا احنا نعلم انه لا يوجد شخص مطابق لك 100% بنسبه المناعه، ولا بآليات المناعة، ولا بتفاصيلها. يعني عندك بصمة مناعية. يعني كل إنسان إذا كان عندك بصمة مايكروبية، ما أنت عندك بصمة مايكروبية، مش يكون عندك بصمة مناعية موجود. لكن أيضا هناك عوامل أخرى. الفيروس نفسه كذلك. هلا مثلا في المتحورات اللي أجت تختلف عن بعضها البعض في قدرتها على الإمراض. في بداية يعني سلالة ألفا اللي دخلت علينا في الأردن الأول كانت تفوق مع الموجة الأولى. كانت تفوق وهان وسريعة الانتشار، ولم يكن أيضا أيامها في مطاعيم. الحمل الفيروس الفيرال لود الموجود في الجسم هذا أيضا يؤثر. قوة المناعة، العمر، عوامل كثيرة، المناعة الطبيعية الموجودة عند جسم الإنسان، المدخنين غير المدخنين. فأنت لا تستطيع أن تجد يعني عامل واحد يتحكم في الموضوع. هذه بسموها ملتي فاكتوريال، لا نستطيع الإجابة 100%. لكن هناك بعض العلاقات العلمية التي أو دراسات علمية تثبت وجود علاقة ما بين قدرة مثلا الإصابة والتعرض، اللي هو بسموه الريسك فاكتورز. مثلا وجد من الملاحظات والدراسات المنشورة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض السكري وزيادة الوزن معرضون للإصابة بشكل أكبر من غيرهم، تمام، إذا أخذنا نفس الفئة العمرية ونفس خلينا نحكي اللي هي الـ يعني التركيب الجيني في المجتمع، لأنه أنت بتعرف كذلك كيف هناك في شيء تأثير اللي هو بسموها الإثنيك، يعني هذه التأثيرات الموجودة والتركيب. فهذا لا نستطيع الابتعاد. لكن إحنا الآن بدي أنا بس مشان يعني أجاوب، لأنه المشكلة المطاعيم يعني أنا استوقفتني اللي تفضلت فيه الدكتورة الحقيقة وهو السؤال. هلا إحنا نستطيع أن نجيب للمواطن جواب علمي وربما يفهمه البعض وربما لا يفهمه، لكن إحنا بدنا نجاوب الآن بجواب اللي هو بسموه الاستراتيجية في مكافحة الأزمة. نحن عندنا أزمة وهي أزمة الإصابة بالكورونا، وهي جائحة عالمية مش بس الأردن. الآن بدنا نضع أسئلة معينة ونجيب ونقيم على بناء على ذلك، على هاي الإجابات، هل هذا المطعوم فعلا حل ولا مش حل. الآن في إدارة المخاطر إحنا في عنا طرق في التعامل مع إدارة المخاطر، إنه الخطر نقيمه في البداية وبعدين نحدد وسائل التعامل معه. هل الكورونا يمثل خطر أم لا، وهنا كم درجة خطورته؟ في بداية الجائحة كانت الخطورة عالية جدا، ونسبة الوفاة في بداية الجائحة كانت عالية، خاصة لما كنا نشوف إحنا في التلفزيونات ونسجل أرقام كانت تصل إلى 6% و7% وفاة، وهذا عالي بالإضافة للإصابات. الآن بعد عامين تقريبا اختلفت النسب، الآن تصل أقل، المطاعيم أصبحت موجودة قللت. نستعرض ما الذي سبب انخفاض معدل الوفيات، دعنا من الإصابات في الأول. إذا في جواب، هل كان هناك علاج موجود؟ لا، العلاجات لحد الآن يعني لحد الآن في اجتهاد ولحد الآن إحنا مش كل العلاجات اللي أنجزت موجودة في الأردن مثلا. طب إيش اللي قلل نسبة الوفيات؟ احتمالين، إما أن الفيروس ضعف تمام، وإما أن المناعة المجتمعية تحققت. الآن إحنا في عندنا مناعة لكن لم نصل مناعة مجتمعية، لكنها جيدة في الأردن، وبالتالي قللت من احتمالية الإصابة، سواء كان إما من المطاعيم، والمناعة المجتمعية إحنا بنعرف فيها جاي من الإصابة يا من المطاعيم، وإحنا الحمد لله جزء كبير من الشعب الأردني أصيب وجزء كذلك أخذ من المطاعيم، وإن كان مش كثير مقبول لكن جيد يعني وصل. الآن الفيروس تحور وضعف، نعم، وسبب من الأسباب اللي خلت الفيروس يجبر على أن يعني يعيد تشكيل مادة الوراثية تعرضه لضغط المطاعيم. إذا المطاعيم عمالها بتخدمك في المجالين، على الفيروس وبتخدمك كذلك الحال على جسمك. طيب هل هناك حل آخر كان موجود أمام أي مجتمع غير المطاعيم؟ في حل
كان اللي هو مثلا كما تبنت بعض الدول سياسة انه اللي بتصاوب بتصاوب وخليه يعتمد على مناعته. هذا اخلاقيا نحن لا نقبله يعني ولا يمكن نقبله. يعني اذهب الى الموت انت وحظك. هذا طبيا غير مقبول، اخلاقيا في مجتمعاتنا غير مقبول. كذلك يعزز نظرية المؤامرة انه انتكم بدكم تخلصوا من الناس. لا، وليس هكذا الامور تدار. صحيح. فالمطاعيم حقيقة هي السلاح الامثل كان ولا تزال في تقليل الاصابات اولا وليس منعها، لكن هي قللت. ليش الموجة الآن إجت أقل حدة وأقل بالإصابات من موجة ألفا؟ إحنا في السنة الماضية كانت عندنا الإصابات، لأنه عندك الناس أخذت المطاعيم. الحمد لله رب العالمين. إذا كان في شيء آخر بيجابونا الإخوة، فنقول المطاعيم هي من قلل في ذلك وساهم بشكل ملحوظ. اثنين، احتمالية الوفاة، وأنا لا أريد أن أطيل، لكن تعال إحنا نشوف الريسك بينيفيتس قد أنه أفضل تأخذ أنت المطعوم وتوفر حماية من الوفاة. طبعا الأعمار بيد الله على عيني ورأسي، لكن الفيروس احتمالية أن يؤدي إلى الوفاة بين غير متلقي المطعوم يزيد عن 9 مرات من تلقى المطعوم. هل تريد أن تقامر بهذا الأمر؟ 9 أضعاف احتمالية الوفاة بالكورونا إذا كنت من فئة الاختطار طبعا في حال عدم تلقيك للمطعوم. أعتقد أنه ما حدش عاقل يستطيع أن يجيب دكتور. أنا بس بدي